استاذ عبد الرحمن. السلام عليكم. اهلا وسهلا، اتفضل يا دكتور. زكاه المال، ايوه يا سيدي، هل 2.5 من اصل المبلغ، المبالغ دي شهادات في البنك؟ طيب زكاه المال 2.5 من اصل المبلغ ولا 10% من الارباح؟ طيب خليني اسال حضرتك يا حاج عبد الرحمن، اتفضل. انت حضرتك بتصرف من الفلوس دي ولا الفلوس دي انت شايلها للاستثمار بس؟ لا، الفوائد بتطلع بتتصرف بس. يعني انت بتصرف من الفلوس دي على بيتك صح؟ على بيتي واولادي وعلاجي طيب يعني دوت الفلوس اللي انت بتاخدها بتكمل عليها مصروف البيت او بتكمل فيها الانفاقات صح؟ ممكن خلال سنه تقضي، ممكن خلال سنه تصيد، يعني على حسب الاحوال. طيب يا سيدي، يبقى انت هتطلع 10% من الريع، 10% من الريع، يعني كل ما يجي لك الريع بتطلع منه 10%، سواء بيجي لك كل شهر او كل 3 اشهر او كل 6 اشهر. اول ما يجي لك بتطلع منه 10%، وهي دي بتبقى الزكاه بتاعته، مش كل سنه. يعني الشهاده دي خلال السنه هطلع عليها 10% من الريع بتاعها. مش الشهاده دي بتطلع ريع ولا الريع بتاعها سنوي؟ لا يعني ممكن شهري، ممكن 3 اشهر. طيب خلاص، يبقى الريع دوت اول ما يجي لك تطلع منه 10% من الريع نفسه. نفترض ان الريع دوت 700، نفترض ان الريع دوت مثلا 700 جنيه، يبقى العشر بتاعه يطلع ايه؟ هتطلع 70 جنيه كل ما بيجي لك الريع ده. كل ما بيجي لي كل شهر او كل 3 اشهر؟ كل ما بيجي لك كل شهر او كل 3 اشهر. اجمع الشهادات كلها واشوف الريع بتاعها كام واطلعهم مره واحده او على مرتين. بالظبط. لا، كل ما يعني. كل شهر، كل ما بيجي لك الريع، مش كل ما بيجي لي الريع. بالظبط كده. لكن ما ينفعش ان انا اقسمهم مثلا مرتين ثلاثه خلال السنه. لا، ما هو انت اصلا احنا انتقلنا من قياس ان دي زكاة الاسمان، وابتدينا نتعامل معها كزكاة الزروع، وكأن الريع بتاعها كل ما يجي فبتأتي بتخرج حقه يوم حصاده، فكل ما تجيلك الفلوس دي بتخرج الزكاة في وقتها. خلاص، اذا يا سادة، في هنا فرق لازم نوضحه في سؤال الحاج عبد الرحمن. هو ايه اللي حاصل؟ اللي حاصل ببساطة خالص ان مسألة شهادات الاستثمار تنازعها شبهين. الشبه الاولاني ان شهادات الاستثمار دي زيها زي الاثمان، زيها زي البنكنوت، زيها زي الذهب والفضة، فاذا كانت كذلك هنطلع 2.5%. الشبه الثاني ان شهادات الاستثمار دي لو فكتها يبقى دوران المال ده هيقف. قالوا طب ما ايه اللي بيبقى زي ده؟ قال ده زي الزروع والثمار. قال خلاص، طب والزروع والثمار بنطلع ايه؟ بنطلع العشر او نصف العشر على الفلوس دي او على الزروع دي يوم الحصاد. فانهي الشبه الاقوى؟ كان الشبه بالايه؟ بالارض الزراعيه والثمار اللي بتخرج لنا من الارض الزراعيه. فعشان كده بسبب هذا القياس بقينا نخرج 10% من الريح. استاذ احمد من الايوبيه، اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل الاحترام والتقدير لحضراتكم استاذ الدكتور عمرو الورداني وفريق العمل، وجعل كل هذا المجهود في ميزان حسناتكم ان شاء الله، وزادكم من فيض علمي. امين يا رب العالمين. وانا كمان بشكرهم، لانهم بيتعبوا معانا قوي، ربنا يبارك فيهم. فوق الرؤوس وملء العيون ومكانهم في القلب. اتفضل يا فندم. حضرتك، هل هناك فرض للزكاه على الديون الاجله؟ بمعنى حضرتك عندي شقه مأجرها احد السكان يعني، وتعثر في الدفع القيمه الايجاريه لمده ما يقرب من 3 سنوات، وأنا أخرج زكاة عن تلك القيمة الإيجارية أو عن ذلك الإيراد. فعندما اختلفنا وجلسنا نتفق ونتفاهم، فوعدني بأن هذا المبلغ إجمالي بعد 6 شهور، فهل أخرج عنه زكاة مقدما؟ أنا هقول لحضرتك، أولاً إحنا عندنا، شكراً جزيلاً على حسن التواصل. عفواً، إحنا عندنا الديون نوعين. الديون فيما يتعلق اللي هي الديون المستحقة، يعني الديون من نظر الدائن لا من نظر المدين. الديون من نظر الدائن لا من نظر المدين
ديون مرجوة السداد وديون غير مرجوة السداد، اللي هو بيحصل لها اللي هي الديون المعدومة زي بلغة أهل البنوك. فالديون مرجوة السداد دي في ملكي، يعني أنا ليا 10,000 جنيه عندي حد، ال 10,000 جنيه دي هو هيسددهم، هو ما ياكلش حاجة على حد، أو إن هو المصدر اللي هو هيجيب لي منه الفلوس ده ما اتحرقش، أو إن هو ما اتفصلش وهو خلاص مش هيقدر يشتغل تاني، أو هو ما توفاش ومش هنقدر وورثته مش هتقدر تسدد الدين عنه. فده كله معناه إيه؟ معناه إن بدل هو هيقدر يسدد الديون، فالديون دي كأنها موجودة، كأنها موجودة، الفلوس اللي عند المدين دي كأنها موجودة، فأنا أخرج الزكاة عنها. فأنا أخرج الزكاة عن هذه الديون لأنها مرجوة السداد. طب إذا ما كانتش مرجوة السداد، لا مش أخرج عليها، يبقى أنا سأخرج على الديون مرجوة السداد اللي هي الديون اللي ممكن تكون موجودة. فإذا كان الفلوس اللي هو هيسددها لك ده بعد 6 أشهر، الفلوس دي فعلا هو هيسددها، فيبقى نخرج عليها الزكاة.